السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تلقاكم كاع لاباس وتلقاكم مهنيين. اليوم راح نديرو اون تابيونات او زوليف نوا، نقدروا نديروها ما بالزيتون الاخضر، تجي هايله بزاف. نكونسوميوها هكذا اون تارتين افيك ان مورسو دو بان، ولا كيما انا راح نديرها في لافارس تاع دي ميني كرواسون. بيان سور سالي، نقدروا نديروها بزاف في بزاف لي سالي، تخرج هايله. اقعدوا معايا شوفوا لا فيديو حتى لافا. اذا عجبتكم ما تنساونيش بلي جيم و بارطاج، اذا مازال ما ابونيتوش نقول لكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا. هيا نروحوا نشوفوا تو سويت لا روسيت. نسحقوا فيها واحد قيمه واحد 300 غرام تاع زيتون كحل دي نوايوتي كما راكم تشوفوا، اون كويير ا سوب تاع لي كابر، وواحد 5 jusqu'à 6 انشوا دي سالي. كيفاش نديساليهم؟ نحطهم في شويه ماء واحد ساعه يروح منهم هذاك الملح القوي. وعندنا نص عصره قارص والاخر زيت زيتون. ونقدروا نزيدو دو غوستاي، زوج سفينات ثوم. نمزتهمش، خفت لا طابيونات تاعي تجي بزاف قاصحه. نحطو في ميني اشواق كلش من الاول كيما راكم تشوفوا. ندير شويه زيت الزيتون ونبقى نرحي ونديرو نرحي حتى نوصل القوام اللي راني نحوس عليه. كيما انا حبيتها شويه كومباكت شويه يابسه، باسكو حقت لكم نستعملها في دي ميني كرواسون. كيما نعرفوا الحشو تاع لي ميني كرواسون عنده طوندونس يخرج، جوكم نحصلوا واش نديرو، ما نقدروش نديرو نيمبورت كوا. نديرو غير فرماج وحده، فرماج وحده يعود ماشي باين. انا درت هاد لا طاب مع شويه فرماج، اخرج فيها واحد لوغو مانيفيك، خرجت فريمون هايله. شوفوا القوام، نقدروا نجروه على هكذا، مي انا حبست في هاد الريزولتا. فوالا شوفوا كيفاش خرجت. انا باش نعود صريحه معكم، نحبها بلوس في الحشو تاع لي سالي هكذايا. في الانتارتين سامودي ريان، يعني ما عندي حاجه فيها. وهنا نوري لكم انا سورتيمون تاع دي سالي درتهم. شوفوا هام لي ميني كرواسون بلا طابيوناد، راهي باينه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم، اللي لحقنا ديجا لافان تاعها. انا ما بقى لي نقول لكم سلام.